السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب حضراتكم تكونوا بخير. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيه بالتأكيد على الوضع والأحداث اللي دايرة في الشارع المصري. هبدأ بالتأكيد بالنسبة للجانب الأهلاوي. الفيديو ده أنا بوجهه لكل أهلاوي محترم. تعال أقول لك إدارة النادي الأهلي بتفكر إزاي في 3 ملفات: ملف الاستاد، ملف تأديب كابتن محمود الخطيب لإدارة نادي بيراميدز، كمان ملف الصفقات. هبدأ طبعا بالتأكيد بالنسبة لوضع استاد النادي الأهلي الجديد. في شركة يا جماعة ألمانية تعاقد معاها اسمها أليانز، اللي عملت ملعب أليانز أرينا اللي جددته، وعملت ملاعب كتير منهم ملعب الخيمة في قطر. عايز أتكلم إن الشركة دي النادي الأهلي تعاقد معاها إن خلاص على مدار من سنة ل3 سنوات استاد النادي الأهلي هيكون خلصان بعقد رعاية كبير، بعقد رعاية متميز جدا. أتمنى التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي، وأتمنى إن شاء الله النادي الأهلي الفترة القادمة بإذن الله يبقى عنده استاد خاص بيه. عايز بقى أتكلم بالنسبة لتأديب كابتن الخطيب بنفس اللفظ، تأديب كابتن الخطيب لإدارة نادي بيراميدز. اللي أنت بتقوله ده، اللي أنا بقوله لك ده، اللي بيفكر فيه كابتن محمود الخطيب وإدارته إن نادي بيراميدز بيدخل بيعلي سقف الصفقات اللي بيدخل فيها النادي الأهلي. طب إيه المثال؟ المثال هما 2 لعيبة، لاعب كبير جدا جدا محمد رضا بوبو. النادي الأهلي كان بيخلص مع نادي فيوتشر على 25 مليون جنيه، نادي بيراميدز دخل وحط 40 مليون جنيه، ده أغضب إدارة النادي الأهلي. كمان اللاعب المميز جدا محمد حمدي الباك ليفت لاعب نادي انبي مضى رغبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي حط 15 مليون جنيه، ونادي بيراميدز حط اللاعب 25 مليون جنيه، بيعلي على النادي الاهلي. طبعا ده اغضب كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب بعد ما كان فاتح ايده ان يحصل تبادل في الصفقات، ويحصل يعني زي ما بيقولوا يعني الادارتين يبقى على وضع منسجم وعلى وضع كويس جدا، ويبقى في حسن اختيار وحسن تصرف من ادارتين مع بعضهم البعض. طبعا كابتن محمود الخطيب يعني حاليا صرف نظر تماما عن التعامل مع اداره نادي بيراميدز. عايز اتكلم بقى بالنسبه لملف الصفقات، النادي الاهلي بيفكر في ايه، النادي الاهلي هيجيب مين، هيمشي مين، هيقعد مين، الكلام ده كله. هبدا كده بالراحه واحده واحده في الناس اللي رسميا بره النادي الاهلي. رقم 1 بره النادي الاهلي شادي حسين، رقم 2 برونو سافيو، رقم 3 كريم الدبيس على سبيل الاعاره لاعب نادي وادي دجله او النادي الاهلي جابه من وادي دجله هيطلعه على سبيل الاعاره، كمان لويس ميكيسوني بره النادي الاهلي، والتر بواليا راجع النادي الاهلي وهيطلع لا اما على سبيل الاعاره لا اما هيطلع بيع نهائي، كمان ايمن اشرف بره النادي الاهلي، محمد فخري بره النادي الاهلي، انت بتتكلم في 7 لعيبه حاليا كولر استقر ان هم يكونوا بره النادي الاهلي. تعالى بقى اكلمك في ملف التجديدات. النادي الاهلي هيجدد مع مين ومش هيجدد مع مين؟ النادي الاهلي معاه ياسر ابراهيم جدد له بالفعل، رامي ربيعه لسه، حسين الشحات لسه، اللاعب المميز اللي انا شايفه من وجهه نظري فاكهه النادي الاهلي حاليا بيرسي تاو لسه. طب تعال اقول لك الوضع ماشي ازاي. الوضع بيقول ان حسين الشحات يا جماعه جاي له 80 مليون جنيه في الموسم من نادي المصلى القطري، وجاي له 75 مليون جنيه في الموسم من نادي الاهلي جده السعودي. النادي الاهلي عرض عليه قد ايه؟ 12 او 13 مليون جنيه في الموسم، رقم قليل جدا بمقام هناك هيلعب بمقام 6 7 مواسم مع النادي الاهلي، يعني يكون حسين الشحات ده بطل كوره السنه في النادي ام صلال ب7 8 سنين بالنسبه للراتب مع النادي الاهلي. فبنسبه كبيره خد مني، حسين الشحات عمل كل حاجه في الكوره مع النادي الاهلي، اخد 3 مرات بطوله افريقيا مع النادي الاهلي، عامل تاريخ جامد جدا جدا مع النادي الاهلي. فانا شايفه بصراحه لو راح نادي ام صلال او نادي اهلي جده انا شايفه من وجهه نظر عنده حق، لان عمل كل حاجه في الكوره. لا اما اللاعب يعمل حاجه تاني، يجدد للنادي الاهلي سنتين ويمشي في يناير والنادي الاهلي يستفاد منه ماديا، لان بياخد رقم كبير والنادي الاهلي اشتراه برقم كبير. فحسين الشحات اللي بيفكر فيه دلوقتي ان هو يمشي من خلال النادي الاهلي، كان النادي الاهلي ياخد مبلغ مميز جدا في صفقه حسين الشحات. اللاعب حاليا في ضغوط غير عاديه من شركه هولنديه فرنسيه ليها فرع في قطر وليها فرع في السعوديه، هم اللي هي اللي جايبه له العرض، هي اللي جايبه له عرض 80 مليون جنيه، 2 مليون و200 الف دولار في الموسم من نادي ام صلال، و1000 ومليون و900 الف دولار من نادي اهل جده السعودي. ارقام فلكيه يا جماعه، يقعد ياخد يعني مع احترامي ليك كلام فاضي 300 400 الف دولار وهو جاي له 2 او 3 مليون دولار في الموسم، ارقام فلكيه. انا شايف الشحات يا جماعه مش هيكمل في النادي الاهلي، خش على رامي ربيعه ما بين ما بين لا. خد مني من الاخر، لو الاهلي تعاقد مع اسامه جلال او محمود مرعي ربيعه بره الاهلي، ما تعاقدش ربيعه يجدد للنادي الاهلي لمده 3 سنين،
تعالى بقى اتكلم على بيرس تاو اللي هو الحدوته والقصه والفيلم كله عليه. بيرس تاو يا جماعه عقده هينتهي الموسم القادم اللي هو مايو 5 و... مايو 24. مايو 24 النادي الاهلي بيضغط بكافه الطرق ان هو يمدد عقده، يمدد عقده موسم اضافي ينتهي لموسم 25. وكيل بيرس تاو جايب له عروض، بيرس تاو قعد مع كابتن بيبو، وعد كابتن بيبو، وعد الاداره، وعد كولر، وعد كابتن سيد عبد الحفيظ ان هو مش هيمشي من النادي الاهلي غير في حاله واحده، عرض اوروبي. عرض اوروبي يعني يلعب في بلجيكا بقى، في فرنسا، في تركيا، ايا كان، عرض اوروبي. عايز بقى اتكلم في حاجه يعني بالنسبه للشارع المصري كله مفاجاه. رمضان صبحي على رادار نادي زد. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ نادي زد اللي لسه صاعد؟ اه. طب ليه؟ عشان حاجه مهمه جدا. رئيس نادي زد، رئيس نادي زد الفعلي، مش المدير التنفيذي اللي هو كابتن سيف زيار، لا، الرئيس الفعلي نجيب ساويرس. طب ورئيس وعضو من اعضاء شركاء نادي استون فيلا مين؟ ساويرس. ففي توأمه ما بين نادي زد ونادي استون فيلا. فرمضان صبحي لو لعب في زد بنسبه كبيره وعدوه ان لو لعب بمستوى متميز جدا هيرجع تاني الدوري الانجليزي. عرض مغري جدا. وعرضين عليه كام في الموسم؟ 25 مليون جنيه. طبعا هو بيتقاضى 35 في نادي بيراميدز او 40 مليون، ارقام فلكيه. يعني رمضان صبحي الموسم كله ما جابش 7 8 جوان، ما عملش 5 6 اسيست زيه زي اي لاعب بيلعب في اي حته في اي نادي، وبياخد 40 مليون جنيه. معروض عليه 25 مليون جنيه ثوابت غير الاعلانات. عارفين نادي زد نادي قوي جدا، نادي زد فيه كابتن محمد زيدان، في كابتن احمد حسن، في كابتن حازم امام، في كابتن ميدو، في كابتن سيف زاهر، ورئيس النادي اصلا نجيب ساويرس. حاجه جامده قوي يا جماعه نادي زد ده، حاجه محترمه مفخره. هيبقى عامل زي بيراميدز بس دول لعيبه كوره كويره دماغهم شغاله، هيكسروا الدنيا. الناس دي هتكسر الدنيا في الدوري المصري، وجايب لعيبه جامده جدا، وهيختار لعيبه مفاجات، وهيدوا ارقام فلكيه بالنسبه للعيبه الدوري المصري. عايز بقى اتكلم في صفقه امام عاشور. يا جدعان من الاخر، امام عاشور لا راجع اهلي ولا راجع زمالك، بيلعب في نادي ميتلاند. نادي ميتلاند عامل توأمه مع النادي برنتفورد الانجليزي، لعيب عنده طموح ولعيب كبير قوي. يلعب ليه في النادي الاهلي ولا في نادي الزمالك وهو بيلعب في نادي كبير جدا في الدنمارك، وبيلعب في دوري في الدوري الاوروبي في اليوروب ليج، ولا او ممكن يلعب في دوري المؤتمر في 100 دوري في اوروبا. حاجة مهمة وحاجة كبيرة جدا. إمام عاشور يا جماعة بصراحة موهبة كبيرة جدا في مصر. لو راح النادي الأهلي بيقلل كتير قوي من قدراته، لو راح النادي الزمالك بيقلل كتير قوي من قدراته، لأن اللعيب عنده إمكانيات، ممكن يلعب في أوروبا بسهولة. أتمنى التوفيق يا جماعة لإمام عاشور. إمام عاشور مش هيرجع النادي الأهلي، مش هيرجع نادي الزمالك، إمام عاشور هيكمل إن شاء الله في أوروبا، لأن لعيب موهوب ولعيب بيلعب أساسي في فرقته، ولعيب الراجل بيتعول عليه بنسبة 100% كلاعب أساسي. اتمنى له التوفيق، لعيب كبير ولعيب متميز ان شاء الله. الفتره القادمه امام عاشور باذن الله، باذن الله هيقدر يلعب في الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني، لعيب كبير، لعيب متميز. ده كان فيديو النهارده، لو عجبك الفيديو تشترك في القناه وتفعل زر الجرس لكل جديد. انا محمد يونس، دمتم في امان الله.